يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي انضموا معنا لبرنامج صباح الخير. وبلشت معنا فقرة الطبخ اليوم اللي حروح على المطبخ الحموي لنعمل الباطرش الحموي. هي أكلة حموية 100%، يعني فينا نقول أنه بتشبه المتبل بابا غنوج من هذا السياق، يعني هي نوع من المقبلات، ولكن بحما بيعتبروها أكلة أساسية لأنه بتخلى اللحمة، يعني هي وجبة يعني كتير كبيرة. ماما من حما بتعملها، متى ما عملتها ما بتعمل شي جنبها. يعني اليوم رح نتعرف عليها. جنب منا حسيت ممكن شي يشبه لها اللي هي سلطة المقالي، اللي فترة عم أقول بدي أعملها واليوم كتير مبسوطة أنه هنساويها أنا وياكم. خلينا نتعرف على المقادير، بس قبل ما نتعرف على المقادير خليني بس أعمل شغلة صغيرة مشان لأنه اللحمة عندي تقريبا بلشت تتأمر. أنا هون عندي اللحمة بس قليتها بشوية سمنة وفلفل، هاي مشان الباطرش. ليش انا كنت عم اقول انه هن بيعتبروها وجبه رئيسيه؟ لانه بتخلى اللحمه هلا حقيقي مضيفه عليها البندوره. هلا البندوره عندي شوي اجت فاتحه حقيمه اضيفها، بما انه عندي اياها طلعت كثير فاتحه، هي خرجت سلطه اكثر، ما مشكله حنقيم ونحط فوق منها ميه بندوره وخليها تتعقد انا وياكم وبنحكي شو ساوي شو الاغراض المطلوبه هنيك. بكون اساسا غلت معي، معناتها انه هون قليت اللحمه بشويه سمنه مع فلفل بندوره، يفضل بندوره حمراء لحالها، بس اذا كانت عندكم كم بندورايه مثل ما صار معي يعني انه شوي خضر، لا انا بجي وبحط فوق منهم ميه بندوره. خلينا نتعقد وخلينا نتعرف على المقادير. هلا هو مثل ما انتم شايفين بالنسبه للسلطه لها احتاج عندي شوي من مكعبات الباذنجان المقلي، اذا بتحبوا فيكم تشوهم كمان. هلا في كثير ناس عم يعملون على القلايه الهوائيه. هون في عندي بطاطا كمان مقليه مكعبات، هحتاج شوي من الخس، وهون في عندي خيار ليكم، وهون في عندي فليفله حده، طبعا هي للي بحب الحد. هون حاحتاج اما بندوره كارزيه او ممكن احتاج بندوره خضراء، حاحتاج شوي من اللبن بالاضافه للطحينه والملح. هلا هون حنجي على الباطرش اللي هو الاكله الاساسيه. مثل ما انتم شفتوا تقريبا انا عندي الصوص بلش يستوي، اللي هو قليت بسمنه شوي من اللحمه، لحمه مفرومه ناعمه، فلفل حطيت، صحي ملح ما حطيت، ضفت عليه هون مي عصير البندوره، حسيت عصير البندوره ما كثير عطاني اللون اللي انا بدي اياه، بضيف عليه شوي من ميه البندوره. هلا رح اقيم وحط عليه ملح، وهيك فيكم تقولوا انه الصوص تبع الباطرش شبه جاهز، لانه ممكن نضيف له لسه عنصرين على الوش اللي هنين. في ناس بتحب تحط صنوبر، اذا صنوبر موجود اوكي، ما في صنوبر كمان فينا نستبدله باللوز، ممكن اي نوع من المكسرات، انا هون موجوده عندي وحاحتاج شوي من البقدونس. طبعا انا الباذنجان شويته مثل ما انتم شايفين، هلا حيطلع شوي صوت قوي بس لازم ندق مشان تعرفوا كيف اللي بيندق. في ناس بتقيم الباذنجان بعد ما بتشويه بتحطه على الخلاط ما بيزبط، ما بيعطي القوام اللي انتم بدكم اياه. اصول الباذنجان ان كان متبل ان كان بابا غنوج اي شيء، بالسكينه على الدفه بهي الطريقه. وشغلة تانية ما بنشويه بالفرن، ليش نحن بنشويه على الغاز؟ هلا في ناس بتستصعبها، بتقول لك انه هلا بدي اشويه على الغاز وبده يشحور الغاز، هلا انا منهم هدول الناس اللي بيحكوا، بس اخر شيء الطعمه يعني للامانه بتفرق، لانه نحن لما بنغزه وبنحطه على الغاز المي تبعه بتشر وبتطلع لبرا، انا لما بغزه وبحطه بالفرن ميته احتفظت فيه من جوا بتعطيه شويه سواد. هلا رح نقيم ونبلش ندق بالمتبل، انا دقيت فيه شوي بس لسه بده شوي.
العافية. الله يعافيك. شكراً كثير. يا صباح الخير عن جديد، يا صباح الخير لكل المتابعين والمتابعات اللي كانوا منضمين معنا قبل شوي واللي انضموا هلا. اللي منضمين معنا انتم شفتوا شو عملنا، بس مع ذلك ما منزعل اللي انضموا معنا هلا ونرجع نعيد شو عملنا. اكلات لذيذه وشهيه انا بسميهم اكلات المقبله، لانه متى ما الاكله كان فيها خضره عن جد فعلا فينا نقول انه كثير بتكون مقبله على الاكل. اليوم رحت على المطبخ الحموي وعملت لكم الباطرش الحموي. اساسا احنا متى ما قلنا باطرش معناتها رحنا، يعني ابدا كلمه حمويه 100%. حرجع عيد على السريع شو عملت انا هلا هون فعليا. عملت متبل طبيعي عادي مثل ما انتم شايفين، شويت الباذنجان دقيته بالسكينه على الدفه مو بالخلاط، حطيت ملح لبن وطحينه وعصره ليمون كتير خفيفه لحتى اخذت قوام المتبل بياخذ العين. انا اذا ما حابه اكثر طحينه ممكن استبدل اللبن باللبن لحتى بس انا شوي عندي ما يطلع مريء الباذنجان. وحاولوا قد ما فيكم لما بتشوي الباذنجان وبتدقوا كمان ارجعوا حطوه بالمصفايه لحتى يصفي المي على الاخير مشان تاخذوا نتيجة متبل، يعني مثل ما بيقولوا خمس نجوم بكون كثير كثير طيب. مثل ما انتم شايفين هون نظامي، كيف بده يتحول هذا المتبل للباطرش؟ حنروح على الصوص تبع الباطرش. انا بس حابه اقول على شغله انه المتبل الباطرش انا بدها تكون عندي قوام اللحمه هي يلي عاطتني سماكه الصوص، يعني انا ما بدي البندوره هي اللي تكون طاغيه اكثر، بدي اللحمه. اذا لاحظتوا هذا كله لحمه، يعني بتكون تقولوا ثلاث ارباع لحمه وربعها بندوره. مثل ما انتم شايفين، يعني انا لما بدي اجي اغمس بالخبزه مع المتبل لازم يطلع معي اللحمه اكثر من البندوره، يعني ما بده يكون عندي صوص مثلا مثل صوص البيتزا، لا، بدها تكون عندي اللحمه هي الاكثر فيها. هلا رح نجيب مثل ما قلت ممكن نجيب الصنوبر، ممكن اذا تواجد، ما تواجد عندي ما في عندي مشكله، ممكن نضيف عليه شوي من اللوز المقلى، وفي ناس هلا من جديد صاير عم بتضيف كمان الفستق العبيد كمان عم بيقلوا، وصدقا انه كثير لذيذ وكثير طيب. هلا هيك مثل ما انتم شايفين هيك صارت عندي تتبيله الباطرش جاهزه. صفي عندي شغله وحده بهي الاكله اللي هي انه البرزنتيشن تبعها طبعا هخليه للاخير. هلا خلينا نروح على السلطه يلي انا فعليا كثير متشجعه انه اساويها.
نقول التقديمه تبعها صارت شبه جاهزه، بشوفوا ما احلاها يعني. هلا لحقيه وضيف عليها اللبن بهذا الشكل. وطبعا حنرجع كمان نزينها بالطحينه ودبس الرمان. هلا انا ضل عندي شوي بدي زينها بالبابريكا، بدي زينها شوي بالخضره، شوي بالبقدونس، بس للامانه ما رح زينها هلا هيك مشان اقعد مخمخ عليها، لانه متى ما بلشت بالتقديم بحب هيك اقعد هيك على رواق واتخيل كيف لازم يطلع شكله للصحن. بقى لهيك فيكم ترجعوا لعند المذيعين وتستكملوا فقرات صباح الخير وترجعوا لعندي بالنهايه لحتى نشوف الشكل النهائي اللي شكله جدا مشهي. يا صباح الخير عم جديد، يا صباح الاكلات اللي بياخذوا العقل. عن جد بتمنى من كل ستات البيوت اللي شافوا الحلقه اليوم يجربوا بالذات كمان سلطه المقالي. والله مو لاني انا عملتها صدقا، بس جدا 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 رائعه يعني. وحتى سكبت لورد وسكبت لرغد لانه عرفانه 100% انه حيحبوها كثير. هلا هون انا قلت ممكن نضيف عليها اذا حدا بيحب الحد شوي من الفليفله الحده كثير المفرومه ناعم بهذا الشكل، يعني ممكن تعطي إضافة كتير لذيذة هي ما بقى بدنا إياها. هلا هون ما كمان بما إنه أنا داخل عنصر بطحينة رح قيم وحط. هلا أنا قبل شوي يمكن كنت عم طبق لكم إياها بالبيركس، بصراحة ما حبيت، غيرت شوي، ما قلت لكم بدي شوي أشتغل على البرزنتيشن، حسيت إني وقت حركتها عطيت شكل أجمل وأروع. هاي الكمية كافية. هلا رح قيمها وزينها بشوي من البقدونس، يعني احنا ما مزين بقدونس مو شرط نكتر يعني، بس انه هيك شوي. هلا حنقيم كمان العنصر الاساسي صحي من الباطرش هو البقدونس، يعني بدنا كميه منيحه كثير كبيره. ولاحظتوا كيف السمنه طبعا اصولها هي يا سمن عربي او سمن بقري. وهيك اكلاتي لليوم انا شخصيا كثير حاببتهم وبتمنى منكم انكم تجربوهم، وبشوفكم بكره كمان على اكله كثير طيبه. سلم ايديك يا شيخ، الله يسلمك. شو هالبرزنتيشن؟ ثانك يو، يعطيك الف عافيه. بس اخذت منك شوي كمان للامان. تحت الهواء، تحت الهواء، تحت الهواء. تناقشنا انه انا كيف هيك، قالت لي هيك يفضل كذا، جربت. ثانك يو حبيبي، شكرا. ميرسي كثير. سلم ايديك يا شيخ. هلا هلا بندوق ونقرر. هيكم ماشي، شكرا كثير.